هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء عشاقي الأصالة، شاهدت واستمتعت في صباحيتي هذا اليوم مع الشوط الاول الرئيسي للابكار، حيث نسايم بن منين انتزعت الشوط الاول الرئيسي وحدتها للحميديه في اماره عيمان، هذا الفوز الاول من خلال تألق في اول الاشواط. بسم الله وعلى بركه الله، يتجدد بكم اللغه والتحيه من جديد مع انطلاقه جديده من انطلاق الخير والبركة. وهو شوطنا الثاني يعتبر في صباحي هذا اليوم يسير الشوط الرئيسي للجعدان، ونسير الى المقدمة الى هجام. مرحبا بهجومك يا بن منينة، يقدم لنا هجام عندما قدم لنا نسايم في اول الاشواط، ليقدم لنا هجام خليفة بن محمد بن منينة الغفلي بين القدوم والانطلاق من داغر رامس بن محمد بن سلطان العويسي، بينما في المركز الثالث هذا ملهم مطر بن حمد بن سعيد الاكتبي في المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هذا الان اللي قادم بقوة اللي واصل لنا في هذه المنافسة وفي هذا المعترك، وصل في هذه اللحظة الدباوي سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان، واللي قادم على المركز الخامس ياتي هنا الذيب عبد الله بن سعيد بن عبد الله الرميثي، ولكن عوده الى مقدمه الشوط، العوده الى البدايه الى هجام الى هجام، هذا هجام هجام اللي على المقدمه، هل يهجم للنقطه الثانيه في صباح هذا اليوم؟ روح يا بن منين، روح مع الاداء الكبير اليوم، الانجاز ولا فلا في افتتاحيه اولي تمهيديات الموسم، ولكن راقب هنا، راقب الوصول، راقب الانطلاق في هذه اللحظات، هنا الوصول من ملهم مطر بن حمد بن سعيد الاكتبي ورامس بن محمد بن سلطان العويسي مع داغر، ولكن الصعب الصعب الصغير الصعب الصغير قادم بقوه، الله يا الدباوي الدباوي سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان، يهيم منافسه يهيم منافسه على الشوط الاول الرئيسي، الشوط الاول الرئيسي بين ملهم ملهم والدباوي ملهم والدباوي، ولكن ملهم 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 ملهم، تهانينا تهانينا لمطر بن حمد بن سعيد الاكتبي على انتزاع الشوط الاول الرئيسي للجعدان. المركز الثاني وصل مشاهدينا الاعزاء اللي هو الدباوي لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان، المركز الثالث داغر رامس بن محمد بن سلطان العويسي، هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى، لكن عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول مشاهدينا الأعزاء ملهم إلى خط النهاية، سجل ثلاث دقائق بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا لمطر بن حمد بن سعيد الاكتبي على تألقه بالشوط الاول الرئيسي للجعدان، تهانينا على هذا الفوز، تهانينا لكل الفائزين، حظ نوفر لمن لا يحلف الحظ في الاشواط الرئيسيه، فاشواطنا مستمره، وهكذا نادي دبي لسباقات الهجن منظم لكل صغيره وكبيره في حكومتنا الرشيدة، هذه الرياضة بخير، دائما ابتسموا أهالي الهجن، ابتسموا مع هذه الرياضة العربية الأصيلة، تهانينا لكل الفائزين، والأشواط مستمرة ونحن نتابع دائما بصوتي والصورة.